هنبتدي نقول معانا ايه وهنشتغل ازاي. معايا شويه زيت زيتون، معايا توم، معايا محار. المحار ده بقى ايه يا حبايبي؟ يا اما الجندوفلي يا اما بلح بحر، يعني الصدفيات اللطيفه قوي دي. طبعا يعني للاسف هو اصلها بتتباع، البلح البحر ده بيتباع بالكيلو وانا مش هستعمل كيلو وغالي، فممكن نجيبه برطمانات او علب. اوكي، يتصفى ويتشطف. صفوه وتشطفوه. اوكي، ومعايا توم، والتوم كبير ومتقطع طوليا عريض شويه. معايا زبده، معايا دقيق لو احتجت له، معايا كريمه ولبن لو احتجت له، والمكرونه مسلوقه، ومعايا شويه ميه مكرونه. ليه ميه مكرونه المسلوقه؟ لانه بيبقى فيها ستارش، فيها نشا. اوكي، فده بيساعد اكتر على الـ يعني تتقيل الصوص بدل ما احط ميه. ده برضو لو احتجت له. معايا بعد كده بقى بصل اخضر متقطع شرايح جوليان، ومعايا بيبي سبينتش او سبانخ. طيب، هحط زبده، وهحط التوم، وعلشان دي صلصه بيضاء رجعلها سنه بيضاء، احط شويه زيت زيتون نونه نونه. وبعدين احط الزبده، علشان ايه؟ مش عايز الزبده تبقى نوازات. يعني ايه نوازات؟ يعني تتحرق، يعني تطلع الايه المواد الصلبه اللي فيها، هتتحرق، هتديني لون بني مش احلى حاجه، والكلام ده مش عاجبني. اوكي، وانزل بالزبده. وكده كفايه، وده كفايه. طيب، حط الكلام ده، الزبده تسيح. يلا حطوا التوم بقى، شويه توم حلوين كده كتير، لطاف، يعملوا شغل حلو. بس يلف لفه علشان احس ان التوم ايه طلع الريحه الحلوه اللي فيه. ونوطي النار حبتين ثلاثه، وبعدين بنعليها بعد ما تعزين. وقبل ما التوم يحمر حلو كده، اقوم حاطط المحار. هو طبعا لو انا مسوي المحار ده عندي، ففي التسويه بتاعته بحط له بقى ايه، عملت محار قبل كده فترجعوا لها بقى، مش عايز احرق الدنيا. اوكي، وشويه فلفل نانونه 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 كده. اوكي، حط بقى ايه، بصوا شويه دقيق كده رشه يعني، واسويه. اوكي، حطوه يلا، ونقلب سخنين كده. ها، احطهم هنا مع التقليب. ونحط المكرونه طبعا على بورسيون. هحتاج بقى شويه ميه من بتوع سليق المكرونه، نونه، اوكي، اوكي. في هذه الاثناء بقى، او في الحته دي، احط سبانخ، بيبي سبينتش، ورق، ترجمة